نقترح عليكم في هذه الحلقة رواية مسافرة تسافر بكم إلى ربيع قرطبة، إلى حقبة من أزهى الحقب التاريخية. رواية ربيع قرطبة الصادر عن المركز الثقافي في 160 صفحة لحسن أوريد، الكاتب والسياسي المغربي من مواليد تزموريت ضواحي الراشدية عام 1962. أتحفنا حسن أوريد في الآونة الأخيرة بمجموعة من الإصدارات في الرواية على وجه الخصوص، سنأتي على ذكرها، لكن قبل ذلك نمر بعجالة على تاريخ حافل للرجل في تولي المسؤوليات والمهام الجسام. عام 1987 سيكلف بالدراسات بمكتب وزارة الخارجية، ثم سيعين مستشارا سياسيا لسفارة المغرب بواشنطن حتى سنة 1995. عمل أستاذا في المدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1995 وسنة 1999، هي السنة نفسها التي سيعين فيها كأول ناطق رسمي باسم القصر الملكي، وفي سنة 2005 يعين واليا على جهة مكناس تافيلالد، وفي سنة 2009 سيعين مؤرخا للمملكة المغربية. يشغل الأستاذ حسن أوريد منصب أستاذ للعلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس، وهو حاصل على جائزة بوشكين للأداب والثقافة من اتحاد كتاب روسيا سنة 2015. كتب حسن أوريد الكثير من الكتابات باللغتين العربية والفرنسية على المستوى الفكري وعلى المستوى الإبداعي. نذكر بعض إنتاجاته على المستوى الفكري: الإسلام السياسي في إيران وهي ترجمة، الإسلام والغرب والعولمة عن منشورات الزمن، ثم كتاب مرآة الغرب المنكسرة، وكتاب مأزق الإسلام السياسي عام 2016. أما على المستوى الإبداعي فقد كتب رواية سيرية بعنوان الحديث والشجن، ثم كتب رواية الموريسكي بالفرنسية وترجمها إلى اللغة العربية الكاتب عبد الكريم الجويطي، ثم أيضا له رواية بعنوان صبوة في خريف العمر، وعن دار الأمان صدرت له روايتين الأجمة وسيرة حمار في نفس السنة 2014، وله أيضا رواء مكة، وله رواية أخرى بعنوان سينترا إصدار توسنا عام 2016. وربيع قرطبة في عام 2017 هي إحدى رواياته الماتعة، نتشرف ونرتئي أن يقدمها الكاتب حسن أوريد بنفسه إلى متابعيه في الرواية المسافرة. رواية ربيع قرطبة هي غور في تاريخ الأندلس في إحدى المحطات الحاسمة، والتي تصادف بالأساس واحد من كبار خلفائها، الحكم الملقب بالمستنصر، والذي خلف من يمكن أن يسمى بوضع بنية الدولة الأموية عبد الرحمن الناصر. عاش الحكم في فترة كانت الأخطار محدقة بالأندلس في الشمال من قبل من كان يسمون بالمجوس أي النورمانديين، وكذلك الممالك المسيحية، ثم كذلك الخطر الآتي من الجنوب وبالأخص ذلك الذي كانت تمثله الدولة الفاطمية، وكان عليه أن يجد توازنا بين كل هذه الأخطار. طبعا الرواية ليست كتابا تاريخيا وإن كانت تستوحي التاريخ، ولذلك سعيت جهد الإمكان أن أغور في دهاليز السياسة، بحكم أنه كان خليفة يمارس شؤون الحكم، ووقفت كذلك على الجانب العاطفي الذي من دونه لا يمكن أن يستقيم حكي أو عمل رواية. أمنيتي طبعا هي أن يحظى هذا العمل بقبول القراء، وأنا سعيد جدا بالقبول الحسن الذي لاقاه في غضون أقل من شهر. نشكر الكاتب المبدع حسن أوريد على هذا التقديم المقتضب الغير مخل، ونوجه عناية القراء الأعزاء إلى طلب الرواية من رف الرواية المغربية بموقع الرواية المسافرة. ما عليكم إلا ترك تعليق أسفل الصورة لتصلكم الرواية بريداً.